شوفوا ويس يا شباب، هذا الرجل الذي ذبح التيس. ذبح التيس ويس، ترى ويس هذا قصة عظيمة لو ترجعون لقصة ويس، لأنه بار بوالدته وكان له قصة عظيمة. طبعا لما شافوا عمر بن الخطاب قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأتيكم من اليمن رجل اسمه ويس. جاهز؟ شوفوا ويس جاهز، ارفعها فوق عشان تضرب أكثر. يلا ابدأ. لا ايه ثنتين، واحد ابدأ، واحد أول شيء، واحد. تعال 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 تعال, تعال. واحد، نبغى ثنتين الآن. اثنين، ضربتين، ممتاز. ثلاثة، ايه سوى ثلاث حركات. أربعة تقدر؟ يلا حاول. طيب معلش، طيب يقيمك الأستاذ محمد. طيب نشوف البطل.